إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. النهاردة أنا كنت في منتهى السعادة لما شفت مريض جالي وقال لي ولقيته عامل جراحة، تمام، وحصل له إيه بعد الجراحة؟ حصل له بس هقول لكم أنا ليه سعيد، يعني ما تفكروش إن هو في حاجة. بعد الجراحة رجع الألم مرة تانية، تمام، وحصل غضروف مرتجع، حصل فقرة متحركة، تليفات والتصاقات بعد الجراحة، مضاعفات للجراحة. طيب أنا كنت سعيد ليه؟ هل لأن أنا هعمل له حاجة تاني مثلا؟ أنا ما عملتلوش جراحة طبعا، أنا سعيد لأن هو قال لي أنا عملت الجراحة بسببك يا دكتور، أنا سمعت لك محاضرة بتقول لو عندك سقوط في القدم ما تجيش عندي، روح على طول على دكتور جراحة واعمل الجراحة فورا. فقال لي أنا سمعت كلامك ووثقت فيك من 3 سنوات، حصل لي سقوط في القدم، كنت شايف محاضرة ليك وكنت حاجيلك القاهرة علشان تعمل لي حقن وتردد حراري، سمعتك بتقول لو عندك سقوط في القدم ما تجيش عندي، روح على طول عند الجراح وخليه يعمل لك جراحة. فقال لي انا رحت على طول لجراح وقلت له وشاف عندي سقوط في القدم وقلت له انا عايز اعمل جراحة وانا موافق. قال لي حتى الجراح بيبذل مجهود مع المرضى عشان يقنعهم يعملوا جراحة، تمام، لاني جاي وفاهم ان انا عندي سقوط في القدم وفاهم كل حاجة وان انا ما تعبتوش وعملت الجراحة والحمد لله زال السقوط بتاع القدم، تمام، ولكن حصل المضاعفات بتاعت الجراحة اللي هو ايه الالم وده. طيب يبقى احنا دلوقتي من مضاعفات الجراحة ان يحصل الم لان الغضروف بيرجع ويحصل تليفات والتصاقات، لكن لازم في الموقف ده تعمل الجراحة لان احنا انقذناه من الشلل. انتوا فاهمين؟ هو جاله سقوط في القدم، انا قلت له او سمع المحاضرة ما تضيعش وقتك روح اعمل جراحة، فراح عمل الجراحة. دلوقتي هو بيدفع ثمن الجراحة اللي هو الالم، لكن ده تمن يستحق انه يدفعه، هو مش غلطان، هو كسب الحركة بتاعته ودفع تمنها الالم اللي احنا هنعالجه ونعمل له تردد حراري وتسليك بالاسرع. لكن المشكلة في اللي ما عندوش سقوط في القدم وعنده الم فيعمل جراحة فيجيله الم، لا احنا عايزين واحد عنده سقوط في القدم، تمام، يعمل الجراحة فيتحسن سقوط القدم هيجيله الم نعالجه، والشخص اللي مخه مش مظبوط، شوف انا بعمل ازاي مش مظبوط، اللي يقولك انا هستنى لما يحصل سقوط في القدم ده انا هروح اعمل جراحة قبل ما يحصل سقوط في القدم، يقوم يعمل ايه؟ هو ما كانش عنده ألم، يجيله ألم، تمام، اكتر من الاول. ومين اللي قالك ده انت ممكن في الجراحة يحصل لك سقوط في القدم في الجراحة نفسها اللي انت خايف منه ده؟ المهم ان انا كنت سعيد جدا جدا ان انا بقيت الناس بقت بتفهم مني، انت تروح تعمل جراحة، انت تيجي تعمل حقن وتردد حراري، انت ما تروحش للدكتور خالص، عالج نفسك بنفسك. دي اكتر حاجة ممكن تساعدني ان انا اوفر عليكم فلوسكم ومشوار تروحوا للدكتور بدون فائدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.